تحت عنوان استعداد مدينة أكادير لصيف هذه السنة، وبتعاون مع المجلس الجهوي للسياحة ومع هيئة جمعوية ومع كثير من المواطنين، اليوم نعطي الانطلاقة للموسم الصيفي ولحملة النظافة، باعتبار أن الجوهرة ديال أكادير اللي هي الشاطئ وهي الممشى لاكورنيش كتمثل الأساس ديال مدينة أكادير، لتكون مدينة أكادير جذابة لتستعيد للسياحة سواء كانت خارجية أو داخلية في إطار هذه الظرفية بطبيعة الحال، مع احترام جميع الاحترازات الصحية. أشكر جميع المواطنين وجميع الهيئات التي جاءت اليوم تشارك يعني في هذه الحملة، لتكون مدينة أكادير مدينة الفرحة، مدينة الاستعداد، مدينة المسؤولية بطبيعة الحال، مدينة الخروج المسؤول بطبيعة الحال. إن شاء الله أتمنى أن تكون هذه الحملة موفقة. اليوم كنا في واحد نشاط ذو طابع بيئي، وبالأخص كيهتم بالبيئة البحرية، فيه شقين، فيه الشق اللي هو عملي من خلال عملية ديال تنظيف ديال المياه قاع البحر من النفايات بالخصوص النفايات البلاستيكية، وكذلك تنظيف ديال رمال الشاطئ. العملية اللي شاركت فيها مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني بطبيعة الحال بتنظيم الجامعة ديال أكادير مع السلطة الولائية والمجلس الجهوي للسياحة أكادير سوس مسا، وكنشكرهم بهذه المناسبة على التعاون ديالهم وعلى الإسناد ديالهم في هذه المبادرة هذه البيئية. الشق الثاني بعد الشق العامل، الشق الثاني والشق التحسيسي والتوعوي اللي الهدف منه هو التوعية ديال المرتفقين ديال المصطفين بالأهمية ديال الاهتمام بالبيئة والدور ديال الجميع في المحافظة على البيئة، بالخصوص مدينة أكادير والشاطئ ديالها اللي هو كيعرف اليوم توافد ديال اعداد كبير جدا من السياح على المستوى الوطني جهويا وطنيا، وكذلك اللي كيبقى دائما الوجهه الشاطئيه الاولى على المستوى الوطني واحد افضل الوجهات الشاطئيه العالميه. هذا النشاط اليوم اللي الحمد لله بالنسبه لنا كان ناجح من خلال الحضور المكثف ديال المساهمين والمشاركين، اعطانا يعني واحد القناعه على اهميه ديال التكرار ديالو ان شاء الله في المدى القريب على المستوى الشاطئي ديال اكادير وكذلك الشاطئ ديال انزا، والاهميه ديال الاستمرار ديال هذا النوع من الانشطه والتعزيز ديالها في تكريس واحد الثقافه بيئيه اللي كتزيد كتميز الاشتغال ديال الجامعه ديال اكادير والشركاء ديالها على مستوى التراث ديال المدينه. Nous sommes ici pour représenter une association qui s'appelle l'association Transatlantique, dont l'objectif est de promouvoir le surf auprès des jeunes populations marocaines pour faire émerger des champions. Donc nous, nous sommes très concernés par cette opération aujourd'hui parce que la plage, c'est notre terrain de jeu en quelque sorte, et nous avons très à cœur d'avoir une plage extrêmement propre pour recevoir des futurs surfeurs, des futurs champions, des touristes de tous les pays et des gens d'Agadir également, parce que tout le monde doit profiter de cette beauté, de ce paysage, de cet océan. اغلبيه ديال المصطفين كيشوفوا بان البحر زوين وما كيطلعوش على الخفايا اللي كاينه في القاعده على البحر، وكوننا حنا جمعيه مختصه في الغطس تحت الماء يعني حنا اللي كنواكبوا وكنشوفوا هاد النفايات اللي كيكونوا في قاع البحر، بالاضافه لدوك الشباك العالقه يعني المخلفات ديال الصيد التقليدي اللي دوك الشباك اللي كيبقاو حاصلين في القاع كيسبوا يعني في موت واحد العدد كبير ديال الاسماك اللي كتبقى حاصله تما، يعني ديك الشبكه كتبقى حاصله في القاع وكتصطاد على طول الزمن وهي خدامه، ويعني ديك الاسماك يعني لا هو الصياد كيستافد منها لا 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 ديك السمكه كتبقى عايشه يعني حتى واحد ما كيستافد. لذلك كنوجه هذه الرساله للناس المصطفين، ناس اكادير خاصه وناس ديال المملكه المغربيه عامه ولما لا حتى الدول الاوروبيه ان شاء الله، باش واحد المزيد من الحس البيئي ويربي وليداتهم على التربيه البيئيه، يربيهم من الحش الزبال، يوعوا بخطوره هذه القضيه، حيث كما كتعرفوا بان جميع المخلفات البلاستيكيه اللي كطيح في البحر راه واحد العدد كبير ديال الاسماك كتناول ذاك البلاستيك، مما كيسبب لها واحد المرض كتولي مسرطنه، وبالتالي كتوقع واحد الدوره بيولوجيه ان ديك الاسماك كتدور وكتجي عندنا للموائد ديالنا. هذه المبادره هذه جايه بتعاون مع ولايه جهه سوس مسا وكذلك جامعه اكادير والمركز الجهوي للسياحه وبعض الجمعيات يعني النشطه على مستوى الشاطئ،
الحمد لله المبادره غاديه مزيان، الامور الحمد لله الجو زوين. اكادير مدينتنا الجهه ديالنا، يعني حنا كنفتخروا بها، كنفتخروا ببلادنا، وكنحاولوا ديما يعني نعطيو نديروا المجهود ديالنا يعني في سبيل الوطن ديالنا. الناس محترمين، يعني شروط السلامه الصحيه محترمينهم. المواطنين الحمد لله يعني كاين واحد الوعي اللي عارفين بان يعني خاص كل شيء يساهم للنظافه ديال الشاطئ اللي هو مهم. ملي كنهضروا على اكادير يعني كنقولوا الشاطئ ديال المدينه خاص ديما يبقى نقي، وخاص ديما يبقى على هوتور ديال 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 الوجهه السياحيه لا على المستوى الوطني والمستوى الدولي. الحمد لله نقدر نقول اننا اليوم فرحانين اننا نشاركوا الهيئات الجمعيات المجلس ديال مدينه اكادير في هذه البادره. الوغ سي بيان دو لونسي هاد لا بيريود هاد لا سيزون استيفال، لحقاش غتخلي اكادير تعاود تنتعش من بعد واحد الازمه دازت عليها، و نو سون تري كونتون دو بارتيسيب. J'ai été averti sur internet de l'opération. Je trouve que c'est des opérations qui sont très bien. C'est de cette façon que vous sensibiliserez les gens à garder une ville plus propre, parce que malheureusement, hein, il y a des choses encore à faire. Mais et je suis très contente de participer parce que je suis résidente, je me sens bien ici et c'est normal.